هذه الثورة كانت كالفتنة، هي لم تؤدي إلى النتيجة، ولكن هي كانت فتنة، فتنت الناس، وفتنتهم بمعنى أنها أخرجت الخبيث ليميز الخبيث من الطيب، فميزت الخبيث من الطيب، وهذا قدر محمود في حد ذاته. رأينا أن جماعات ظهرت على حقيقتها التي يعرفها الكثير من الباحثين والناظرين في بواطن الأمور والمطلعين على حقائق الأمور وعلى التحليل الصحيح لاتجاهات الجماعات الموجودة. لأن لما تتحدث عن تيار الإسلامي، وهذا الكلام يعني كلام عام جدا، في شيء اسمه تيار إسلامي، لأن التيار الإسلامي في داخله اتجاه ليبرالي قوي جدا، وداخل التيار الليبرالي بتجد فيه اتجاهات تسير مع الروافض واتجاهات ضد الروافض، تجد فيه اتجاهات تسير مع السلفية واتجاهات ضد السلفية، كل الأشكال موجودة داخل ما يسمى التيار الإسلامي. ولذلك تحرير هذا التيار وإدراك مفرداته والنظر إلى مركباته هو في غاية الأهمية، هو قلب القلب من النظر فيما يجب أن نفعل الآن ويجب أن نفعل مستقبلا. لأن بدون فهم الواقع، وكما ذكرت أن الواقع واقعان، فيه واقع بمعنى الأحداث التي تحدث بمجردها، هناك اعتصام في التحرير هذا واقع، هناك صدام مع الشرطة في محمد محمود هذا واقع، هذا واقع، لكن هذا الواقع حين ينظر إليه الناظر بيتحول إلى فهم للواقع حسب فهم الناظر وحسب قدرة علمه، قدرة تحليله على للمفردات، قدرة تحصيله للتاريخ، وقدرة ذكائه الأصلية الفطرية اللي ربنا أعطاه له، لأن كله ميسر لما خلق له. العوامل دي بتتفاعل وبتخلي الواقع ده يتحول إلى واقع يتعامل هو معه، من مجرد حقائق إلى واقع يتعامل معه ويستجيب إليه فيفعل أو لا يفعل، أو يقدم أو لا يقدم. في هناك عديد من الواقع إلى أن تصل إلى الواقع الحقيقي اللي هو أقرب ما يكون إلى التجميع بين كل الوقائع والأحداث. النهاردة إحنا نقول أن من يقول نحن واقعيون ونتعامل مع الأرغون، الناس تتعامل مع واقعك، مع قدرك من فهم الواقع، مع قدرك. فتعدد نقول لهذا الرجل أن هذا الواقع كما تراه أنت، ولكن هذا بعيد عن الواقع الحقيقي، فنحن نبحث عن الواقع الحقيقي لنقيم به الأمور. أحداث 25 يناير أظهرت لنا أن الوجه الحقيقي لعدد من الجماعات وعدد من المشايخ، وهذه الجماعات منها ما صدمنا في التصرف الذي تصرفوه، والظاهر الذي بدوا عليه، ومنها من كنا نتوقعه، لأن تاريخ هذه الجماعة يعني يعطينا هذا التحليل إذا نظرنا إليه بعين الإنصاف. وعلى التحديد جماعة الإخوان وهي التي اختارت أن يعني لم تنزل الشارع أولا، ثم نزلت لما كان هناك زخم، بدأ الزخم يتضح، ثم بدأت تتعامل مع عمر سليمان فيما أسميته أنا في كتاباتي بكامب سليمان، وعقدوا هذه الصفقة التي أصبحت معروفة ومعلومة رغم إنكارهم لها، ولكن هي معلومة، يعني يعرفها القاصي والداني الآن أن هناك صفقة كانت بوادر إتمامها بعد ذلك هو تراجعهم عن الميدان، اختزالهم للمظاهرات من 6-9، وبعدين نروح بعد العصر، وهذه الأمور كلها كان واضحة. لماذا؟ لأن كما ذكرت الكلام اللي يقوله الناس، هؤلاء الناس شيء وفهمه وإدراك ما وراءه أمر آخر. فظهرت هذه الصفقة، والإخوان معروفون أنهم منذ القديم وهم يعني لا يرجون من التغيير، من كلمة التغيير كلها، إلا البرلمان، أن يسيطروا على البرلمان ويسيطروا على ما يستطيعون من أجهزة الحكم بغض النظر عن الإسلام أو غير الإسلام أو كذا. وأنا أريد أن أسجل هنا أنني في كتاباتي ولا أزال أقول، وأنا مصمم على هذا من نظرتي للأمور، أن الإخوان ليسوا جماعة إسلامية في الحقيقة. الإخوان جماعة ليبرالية وطنية سياسية مصرية،
هذا هو توصيفها الحقيقي من الناحية السياسية. من الناحية العقائدية فهي جماعة يسيطر عليها التوجه الإرجائي الأشعري الصوفي. فإذا تعاملنا مع الإخوان من هذا المنطلق هنجد فيه تفسير، لأن حتى هو معلوم أن النظرية التي تستطيع أن تفسر بها أكبر عدد من الأحداث هي النظرية الأصح. فإذا وجدت فيه نظرية تفسر بها 10 أحداث ونظرية أخرى تفسر بها 20 حدث يبقى النظرية الثانية هي الأصح، لأن بتنطبق على أكبر عدد من مفرداتها. فهذا هو ما يعني ما أرى عليه توصيف الإخوان، وهذا ظهر في تصرفاتهم ولم يكن بالنسبة لبعض الناس مثلي مفاجأة إطلاقا. هو طبعا كان فيه تصاعد للنغمة التي تخدم العسكر، لأنهم هم أتموا الصفقة من جانبهم، العسكر أتم جزء منها، ولكن كان أذكى منهم بأنه سلب كل الصلاحيات مجلس الشعب، أعطاهم البرلمان كما كان على في الاتفاق، ولكن سلب منهم كافة صلاحياته، فأصبح كما وصف البعض مكلمة ليس له أي لزوم، يعني عبارة عن مجموعة ليس لها لزوم إلا الكلام. مشايخ السلفية طبعا كانوا يتحدثون نظريا من قبل، ولا أدري والله هل كان يعني لا يعلمون معنى ما يقولون، أن التوحيد وتطبيق الشريعة الحكم أنزل الله غير مقبول، الحكم بغير ما أنزل الله غير مقبول، وأنه لابد من تطبيق الشريعة الله والتوحيد وهذه الأمور، ولا كانت هي النغمة السائدة لأنهم يعلمون أنها لن تحدث فالحديث عنها ما فيش يعني ليس فيه مشكلة. ثم لما جاء الوقت وجاء وقت التطبيق الذي يستلزم الصراع والصدام أصبح تحول الأمر إلى أنه هذا الأمر في الحقيقة مجرد أمر نظري، لكن نحن نلجأ إلى البرلمان ونلجأ إلى الطرق السياسية السلمية. نحن لا نقول أن هذه الطرق، قد تكون هذه الطرق جيدة حتى في التطبيق الإسلامي، نحن لا نعرف إلى الآن، لأن التجربة الإسلامية لم تطبق إلى اليوم بالشكل اللي نعرف. هل البرلمان طريقة كآلية هل سليم أنه يحصل ولا لا؟ هل وجود أحزاب في ظل النظام الإسلامي ممكن ولا لا؟ هذه أبحاث. ولكن المشكلة هنا أن هذه الآليات في النظام الموجود حاليا الذي لا يحكم بشرع الله آليات لا تؤدي إلى نتيجة عملية وليس لها سند شرعي، بل هي تصل إلى حد الخروج عن يعني خرق جناب التوحيد والخروج من منظومة الشريعة بالكلية. طب دكتور، الملاحظ في شعب مصر من أيام فرعون أنه شعب يحب الدين. نعم، يحب الدين، ولذلك فرعون لما أراد أن يبدل أن يحارب سيدنا موسى عليه السلام وقومه قال إني أخاف أن أبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، فهو شعب دين وعاطفة الدين غالبة عليه. نعم، فهي بعد الثورة كنا نظن أن الشيوخ والعلماء والدعاة، وخاصة أنهم طنطنوا كثيرا وتحدثوا، هم الذين تحملوا في السجون وهم الذين كذا وهم الذين كذا، وكل منهم أخذ يغني على ليلى وأنه الذي صبر في السجن وأنه كان مضطهدا في العصر البائد، وجاءت الفرصة والاختبار الحقيقي لهؤلاء كي يطبقوا شيء، فلم نجدهم فعلوا شيئا جديدا، بل هم سبحان الله التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. رأينا فريق منهم يعني أو الغالب الأعم دخل البرلمان وأعاد يبرر شرعية هذا الأمر الذي كان كفرا بواحا كما كان يقول محمد عبد المقصود، والذي كان يهجم عليه وعلى كل من يدخل فيه وغيره وغيره، ثم تحول هذا الأمر من كفر مجرد إلى إسلام وغير ذلك. فالأيام أثبتت، لو تحدثنا هذا الحوار مع حضرتك من 2-3 شهور ربما كنا نتحدث على استحياء، لأننا طالما طعن فينا واتهمنا بأننا لا نفقه الواقع وأننا لا نعرف الواقع وفقه الواقع، فقلنا لهم أن الأيام حبلى. فالآن بعد أن ظهر قبح هذا البرلمان وأنه في الواقع لا يؤدي إلى شيء ولن يؤدي إلى شيء، ما النصيحة التي توجهها حضرتك إلى هؤلاء الشيوخ والدعاة؟ نصيحة مباشرة في هذا الوقت، وخاصة أننا الآن على أبواب نوع من أنواع الغليان في الشارع. الناس أصبحوا في حيرة، هؤلاء الشيوخ بدأوا يفقدوا
ثقة الناس فيهم التي صنعوها على مدار السنوات الماضية. أرى أن الشيوخ أنفسهم الآن في حالة من التخبط الشديد جدا جدا، منهم من اعترف بذلك وانسحب من الساحة، ومنهم من كابر وظل يدافع عن موقفه حتى بعد ظهوره أمام عوام الناس. فما النصيحة التي توجهها كمفكر إسلامي عاش التجربة، عاش بين ثورتين، وعانى مما عانى منه الجميع، وأريد من حضرتك نصيحة مباشرة وموجهة لربما تصل إلى أذن أحدهم فنتداركها قبل الغرق؟ والله يا شيخ، يعني هي قبل أن أتحدث، قبل أن ألقي بالنصيحة، أود أن أقول أن النظر في من تنصح واجب. هناك من أرى أنه كان على خطأ، ولكن الفطرة فطرته سليمة وتوجهه سليم، وهؤلاء تجد أنهم رجعوا وقالوا يجب أن يكون هناك نزول، ويجب أن يكون هناك ثورة، وأن هذه الأمور لن تجدي، وأنها كذا، ورجع إليهم إما بعض العقل أو كل العقل، ونظرهم إلى الواقع أصبح نظر أسد كثيرا مما كان. هناك منهم إذا نظرت إلى سبب هذا الانهيار والسقوط، تجد أنه إما أمور تتعلق بالماليات ومصالح الدنيا، من فضائيات ومن كذا ومن كذا، ومن تعاملات مع يعني يخشون، وتجارة يخشون كسادها، فهذه المجموعة. ومنهم كذلك من يعني يعاني من داء الكبر والحسد للغير. وأستطيع أن أقول أن ظهور الشيخ حازم أبو إسماعيل بهذه الصورة السريعة وضع ثقل كبير جدا على نفسية هؤلاء المشايخ. الشيخ أبو إسماعيل طلع، وأنا لا أقول هذا مدحا في الشيخ أبو إسماعيل، ولكن في تقرير للواقع، ولا أقول أن الشيخ إسماعيل ليس له أخطاء وليس له كذا، ولكن بالعكس أنا أقول أنه يعني قد يكون الموضوع محاولة الوصول إلى الشريعة عن طريق الانتخابات وكذا ابتداء، هذا كان واضح من الأول أنه لن يجدي، لن يحدث من الأول، ولكن قد يكون للشيخ هدف من هذا هو إظهار العوار. يعني طيب أنا هدخل معكم وشوف أبص أنتم وصلتم إلى هكذا، ولذلك عدم وذلك رفضه من ناحية لم يكن مفاجأة بالنسبة لي إطلاقا، لأن أنا قلت ذلك منذ زمن بعيد أنهم لن يتركوا حازم إسماعيل للترشيح. هم يريدون أمثال سعد الكتتني يجلس في مجلس الأمة وكذا، ويتحدث اسكت فتحي، أمي حسنين، ما تعليش صوتك يا محمد، يعني هذه النوعية من الزعدة. ولكن في الأخير لا قرارات ولا تأثير ولا إجابة، ولا ليس لهم لزوم إطلاقا إلا التصوير، لو بيقول عليها برا الفوتو أوبس، يعني اللي هي الحاجات التصويرات الجميلة اللي بتتاخد والبوزات الجميلة لكن التأثير على أرض الواقع ليس. المجلس العسكري يحكم كل شيء يا شيخ، ابتداء وانتهاء، علوا وسفولا، كل شيء بالمرة. فإذا أنا أقول أن من تعامل مع هؤلاء، وعدد من المشايخ الذين سقطوا تعاملوا معهم، تعاملوا تعامل أمني، ومنهم من مدح أمن الدولة في شرائط له مدح صريح، أخواننا أحبائنا، نحن نفهم في الدين، هم يفهموا في السياسة، هم الذين عليهم أن يقول، أمر واضح صريح. منهم من دعا للمجلس العسكري في مكة وهو رأس عريانة ويقول اللهم انصر المجلس العسكري. النهاردة الناس فهمت هذا الموضوع وأصبح هذا ساقط، لا أدري كيف لم يسقط من فعل هذا إلى الآن، يعني لم يخجل خجلا، يعني حمرة الدم تضرب من وجهي وأذني، يفرض الدم يخرج من أذني، لكن لا نرى شيئا يا شيخ، نرى اللحية كما هي والمحاضرات والكذا والفضائيات، والأمور مستمرة كما هي.